للمتابعة ينضم إلينا من الجزائر الكاتب والمحلل السياسي دكتور عبد العالي رزاقي. دكتور، كيف تتوقع أن تسير مجريات الجلسة البرلمانية الثلاثاء في ظل انقسام نواب البرلمان حول عقدها؟ أعتقد أن المسألة مرتبطة بأجهزة وليس بالبرلمان. معناه عندما تقر الأجهزة التي تقف وراء أعضاء البرلمان تلقائيا يتم التصويت عن الشغور، لكن المشكلة الأخطر أنهم يريدون استبدال السيد عبد القادر بن صالح بشخص آخر لرئاسة الدولة، وهذا ربما يؤزم الوضع، خاصة وأنه اليوم صدرت في الجريدة الرسمية الاعتراف الرسمي به حكومة بدوي، وهذا الاعتراف ظهورها في الجريدة الرسمية وتدخلت حسب جريدة المجاهد طلبت من البرلمان بغرفته التوافق على مرشح رئاسية، بمعنى أنه هناك احتيال على مطالب الشعب، هناك نوع من فرض الأمر الواقع، وهذا سيعيدنا إلى المربع الأول وستبدأ المسيرات بشكل آخر. هذا هي الصعوبة التي تواجهها. طيب، صحيح أن حالة الشهور ستنتفي جميعا، ما الذي يمكن صوتوا أو لم يصوتوا يومت من أن يفعله تفعله المعارضة الآن؟ يعني هناك بعض المعارضين الذين انسحبوا من البرلمان أو قدموا استقالتهم، على رأسهم حزب زعيمة المعارضة، هل يمكن أن تتوالى هذه الاستقالات لإسقاط المادة 102؟ أعتقد ليس مهما، المشكلة ليست دستورية، ليست في الإجراءات الدستورية، المشكلة سياسية بالدرجة الأولى، وهذه المشكلة السياسية لا تحل عن طريق الدستور، لا يعني أن نذهب بوتفليقة ويأتي رئيس آخر، هذا نوع من تعفين الوضع ومحاولة توتير الوضع عموما. المشكلة يمكن حلها كالتالي: إصدار إعلان دستوري يصدره المحكمة العليا، تصدر إعلان دستوري، هذا الإعلان يشكل ينص على هيئة رئاسية تسير المرحلة تشكيل حكومة وتشكل حكومة تصريف أعمال لمدة 3 شهور أو 4 شهور، ثم تشكل كذلك هيئة أخرى لإجراء الانتخابات وحلت المشكلة. لماذا يريدون تعقيد المشكلة؟ هي مشكلة سياسية وتريد السلطات العليا دفعها أو إيهام الرأي العام بأنها قضية دستورية. الدستور انتهى في رأيي وفي رأي مراقبين دستوريين بأن انتهى يوم 22 فبراير عندما خرج الشعب وأصبح أمرا واقعا، ولهذا الحل يجب أن يكون سياسي. خارج السياسة لا يوجد حل، هناك تأزيم للوضع. ذكرت الحل أنه ربما يكون عن طريق إعلان دستوري تصدره المحكمة العليا لتشكيل هيئة رئاسية وتهتم بتشكيل الحكومة وهيئة أخرى لإجراء الانتخابات. من يمسك بزمام الأمور هنا؟ يعني الشارع الآن أصبح هو مصدر السلطات باعتبار المادة 7 أو 8 أو هكذا يراد. كيف يمكن أن يخرج من داخل الشعب من ينفذ هذه الخطة التي ذكرتها الآن؟ ليس بالضرورة يخرج من طرف الشعب، هناك شخصيات وطنية، هذه الشخصيات الوطنية يمكن 5 شخصيات أو 4 شخصيات تقود الرئاسة، وهذه الشخصيات تعين حكومة وحدة وطنية، أي حكومة مسموهم في 10 وزراء لمرحلة محددة، وتعين من رجال القانون، تعين هيئة أخرى تشرف على الانتخابات وتجري الانتخابات، وفي نفس الوقت تراجع بعض المواد المرتبطة بوزارة من هي الجهة الداخلية. المنوطة، هذا شيء بسيط يعني لم تظهر على السطح الآن أي أسماء، يعني حتى الشعب لم يقم بترشيح أسماء معينة، ليس هناك من تقدم بذلك، يعني كيف آلية تنفيذ ذلك سيد الفاضل؟ أعطي مثال حتى تكون واضحة. عندنا أسماء كبيرة، شخصيات كبيرة مثل إبراهيم، الدكتور طالب إبراهيم، مثل حمروش، هذه شخصية وطنية، الرئيس السابق اليمين زروال، يمكن هناك شخصيات كثيرة يمكن، وكذلك يمكن أحمد بن بيتور أن يقود حكومة مرحلة انتقالية، إذن ما عندناش مشكلة في الشخصيات، ليس بالضرورة الحوار الذي يفرز هذه الشخصيات، الشخصيات موجودة كوطنية وهناك إجماع سواء في
في الشارع أو لدى السلطات حول هذه الشخصيات، لكن أنه يبدو أن السلطات تريد أن تعطي الأمر الواقع، أن تفرض الواقع حتى يأتي رمضان، شهر رمضان الكريم. وفي هذه الحالة أنا 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 أنذر بشيء، ستقع مشاكل خيالية. لماذا؟ لأن المواطنين سينزلون ليلا في رمضان، وفي هذه الحالة تتعقد في الليل الأمور، ليست سهلة. ولهذا إذا لم تسارع بالحل بالإعلان الدستوري ستجد مشكلة أخرى في الأشهر القادمة. شكرا جزيلا لك. من الجزائر كنت معنا الكاتب والمحلل السياسي دكتور عبد العالي رزاقي.